معانا الدكتور احمد مصطفى رئيس شركه القبضه الشركه القبضه للغزل والنسيج. دكتور احمد ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، مساء الخير. طمنا بقى على موضوع القطن يا دكتور احمد كده والاتفاقيات الجديده. هو القطن طبعا يعني انت عارف حضرتك ان وقت الزراعه حاليا، انا عايز اطمن المزارعين بان بذره التقاول موزعه عليهم سواء في الجمعيات او في الجمعيات التعاونيه او الاصلاح او الاوراق المستصلحه بذره نقيه على درجه عاليه من الجوده. يعني ان شاء الله نتوقع ان المحصول الجاي باذن الله ذو مواصفات جيده جدا جدا، والبذور بكميات كافيه لزراعه 500,000 فدان. البذره اللي موزعه السنه دي وزنها 30 كيلو 30 كيلو، عشان 25 كيلو للزراعه و5 كيلو في حاله الترقيع. لو لا قدر الله المحصول فيه جزء منه ما طلعش او حاجه، يبقى في 5 كيلو للترقيع عشان ما يلجاش الفلاح لاي استخدام اي بذره اخرى غريبه. فان شاء الله لو المنظومه كلها اكتملت مع الارشاد الزراعي الامور كلها ان شاء الله المحصول هيبقى محصول جيد جدا السنه الجايه باذن الله. طب ليه اتقال ان في 20% هيكون ناقص في نسبه المساحات المنزرعه هذا العام بسبب نقص البذره يا دكتور احمد؟ لا، هو الخبر غير صحيح بعد اذنك. هو فعلا المساحات اقل من نفس الفتره بتاعت السنه اللي فاتت، لكن مش بنقص البذره، البذره موجوده ومتوفره ما فيش فيها اي مشكله خالص. لكن انت عارف المزارعين برضه بيشوف البدائل بتاعه المحاصيل الاخرى انه الانسب له. لكن انا بقى يعني بطمن المزارعين بقول لهم ان محصول القطن ان شاء الله جودته عاليه، وبالتالي هيدي انتاج عالي يقدر يعوض مع السعر ان شاء الله المرتفع اللي هو حاليا ماشي في السوق، هيبقى سعر جيد ويجيب عائد كويس جدا للفلاح باذن الله. طيب الرئيس قد اعلن في دعم المصانع المتوقفه ب 100 مليون جنيه، ما رايك في هذا التصريح في هذا الدعم وازاي هنستغله بقى في المصانع المتوقفه؟ هو حضرتك صندوق الطوارئ اللي هو دعمه سياده الرئيس ب 100 مليون جنيه بيخصص في حاله ان لا قدر الله مثلا في مصانع من اي نشاط صناعي او سياحي او اي نشاط اخر متوقفه عن العمل لظروف حضرتك انت عارف كان ظروف الكساد او السياحه اللي احنا الفتره اللي بنمر بيها، فبيصرفوا المرتبات الاساسيه من الصندوق. الصندوق هي كان نضب في الموارد بتاعته، لكن سياده الرئيس يعني امر بصرف 100 مليون جنيه من صندوق تحيه مصر، فده حاجه جيده جدا والناس تطمن للشركات اللي هي متعثره وليس الشركات التي تعمل يعني. طيب احنا عندنا بقى مبادره كده من الشركه القابضه والناس القائمين على صناعه الغزل والنسيج والقطن ان احنا نخش في المليون ونص في الدان كده ونزرع قطن فيهم، ولا التربه هناك ما تناسبش زراعه القطن؟ لا والله، ده احنا بنطالب، انا طالبت كتير وبتتم حاليا دراسات لزراعه انواع واصناف مختلفه طرز مختلفه من محصول القطن كتجارب، وان شاء الله تجيب نتائج كويسه، لان هو ده الهدف ان احنا الجزء ده هيبقى مخصص للاقطان القصيره والمتوسطه اللي هو مناسبه لصناعه الغزل والنسيج في مصر. فان شاء الله لو النتائج وفقنا فيها هتبقى حاجه كويسه جدا وتعوضنا عن استيراد. مش عايزين استيراد قطن من الخارج نهائي، احنا زراعتنا في ايدينا وقطننا الماده الخام بتاعتنا تبقى في ايدينا. دكتور احمد مصطفى رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للغزل والنسيج، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله.